التركيبه دي يا احمد لها اسبابها. يعني انا شايف كل اللي بيتعرض ليه النادي الاهلي من ضغوط ومحاولات لجذبه لمسرح الاحداث الخاصه بفكره وتطاول وطريقه مش طريقه النادي الاهلي، ده كان بيقتضي حاجه تخلي مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي بيتمسك بكل مواقفه، بيحارب عشان حقوقه ولكن بفلسفه خاصه جدا. عايزين تفهموا اصل الفلسفه دي هنطلع للفيديو نسمع كابتن محمود الخطيب بيقول ايه عشان نفهم فلسفه النادي الاهلي. في واحد كان الحقيقه ابتدى يعني من الفريق اللي كان بيلعب ضدي يعني ابتدى يعني بيشتمني في شتيمه بقى بالفاظ انا يعني كانت بالنسبه لي صعبه شويه. فالمهم رجعت البيت متضايق جدا، فجي بابايا بقى والدي جيب الليل مالكو وبتاع، المهم عارف القصه يعني، خدني جوه وقفل عليا وكان دايما بيحب ينصح حد فينا بياخده كده لوحده ويتكلم معاه. فالمهم خدني بقى وقال لي محمود انا عايزك لما حاسس انا متضايق وبفكر ان انا تاني يوم، قلت لاختي يعني ان انا تاني يوم اروح اتخانق معاه. فقال لي يعني انا محمود انا عايز اديك نصيحه يا ابني، كل باخلاقه. فانت النهارده باخلاقك انت مش باخلاق الراجل يعني حتى يعني مش مظبط، انت ليك اخلاق معينه، فانت تتعامل باخلاقك انت مش باخلاق الانسان اللي ممكن يتعدى عليك حاجه، فانت خليك انت باسلوبك انت بشخصيتك انت بتربيتك انت احسن. فده يمكن الحقيقه يمكن من الحاجات اللي خلتني لغايه النهارده يعني الحمد لله رب العالمين ما بعرفش حتى اقول كلمه يعني خارجه. هي دي فلسفه النادي الاهلي، ما بعرفش اقول كلمه حتى تتمسك عليا. كابتن محمود الخطيب ما بيقدرش يتعامل بالفلسفه دي، والمرء بالاخلاق يسمو ذكره. دي بيت شعر احنا اتعلمناه، فكره ان انا حافظ على حقوقي ما بتتعارضش ابدا مع ان انا اتمسك باخلاقي. ومن اكبر الحاجات اللي بتحصل في مكونات العقل المصري حاليا بيتم تدميرها فكره ان انا هاخد حقي بالصوت العالي او هاخد حقي بالتجاوزات، وابدا لن ينزلق الاهلي في هذا المنزلق يعني.